قناة دينك نجاتك للتصاميم الدعوية. جزاكم الله خيرا. بعض الإخوة حريصين على تتبع الجنائز من منطقة إلى أخرى في نفس المدينة، حيث توجد مجموعة من المقابر ننسق فيما بيننا بالرسائل، فأشكل علينا في هذا، هل التتبع أو التنسيق فيه محذور شرعي؟ لا شك أن حضور الجنازة من العبادات العظيمة، سواء حضر الجنازة قبل الموت ليلقن المحتضر، أو حضر بعد الموت ليحسن الميت ويحسن إليه بغسله وتكفينه وستر عيوبه إن كان فيه عيوب، ومن غسل ميتاً ستره الله يوم القيامة، أو بحضور الصلاة على الجنازة، أو باتباع الجنازة إلى مقر أو إلى مكان دفنها، ومجلس الجنازة من حضره ضامن على الله، إن رجع من ذلك المجلس بالرزق والكفاية والأجر والغنيمة يرجع بقراريط كثيرة، وإن مات ضامن على الله أن يدخل الجنة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عد المجالس التي كان يكون المؤمن ضامناً فيها على الله ما كان في شيء منها. وكونكم تنسقون فيما بينكم لحضور هذه الجنائز وإكرام الميت والترتيب، فهذا لا محذور فيه، وهذا تنظيم للخير أو نظام للخير، وليس من التنظيمات التي يتكلم عنها العلماء ويمنعها العلماء، التي هي تنظيمات حزبية بدعية، فلا أرى حرجاً والله أعلم في حدود علمي بما ذكرتم، لأني لا أعرف حقيقة الحال في واقع البلد، لكن تصوري بحسب ما سمعت أنه لا حرج في هذا الأمر إن شاء الله.